السلام عليكم، ماش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير والاحوال ديالكم طيبه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر صابلي بواحد المقادير زعما اللي بساط واللي ساهله ويعني ناجحه 100% من اول تجربه. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتعطوني الاراء ديالكم على هذا الفيديو هذا، وضغط على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله بحول الله. نبداو على بركه الله. بسم الله، غناخذوا الزبده تاع طريفات، غادي ندير جوج لي ساشي ديال الفاني، جوج ساشي ديال الفاني. بالنسبه للزبده 250 غرام، ربعه ديال الزبده. قبصه ديال الملحه، كاس ونص ديال السكر كلاصي، صافي. غادي نحاول انني نخدم ديك الزبده مع السكر كلاصي مزيان باش ما يبقاش كل حاجه بوحدها. نخلطهم مزيان. صراحه هاد الوصفه، هاد العجينه سهله وما كتاخذش الوقت، وعد يعني صادقة 100% من أول تجربة، يعني تبعوا غير المقادير مضبوطين. كاس ديال الزيت، غادي نزيد كاس ديال الزيت مع الزبدة وسكر كلاصي. هنا بعد ما خدمت الزبدة مع السكر رجعتها بحال شكل كريمي، غادي نضيف ثلاثة ديال البيضات. حتى هما غادي نخدمهم مزيان باش ما يبقاش البيض هكا فيه يعني معزول على الزبده. غادي نزيد قشور ديال الحامض، كما كتعرفوا الحامض مذاق زوين في اي حاجه. صافي، وغادي نخلط، نستمر بهذه الطريقه هذه. اخر حاجه غادي نزيدها هي الطحين. انا هنايا استعملت كيلو ديال الطحين من نوعيه زعما يكون النوع ديالو زوين، يعني يكون خصيصا بالحلوى. المهم هنايا انا درت كيلو ديال الطحين، ثم راه يبقى على حسب النوعيه اللي عندكم. صافي، هنايا بعد ما عجنت العجينه جمعتها فغادي نقسمها على ثلاثه، وغادي نغطيها بالسلوفان وغادي نديرها في الثلاجه. كنتو مزروبين ديروها ثلاثة ديال السوايع، كنتو ما واقفينش عليها ديروها بحال اليوم وغدي خدمو بها، يعني بيتوها في ثلاثة. هي كتبقى نفس الخدمة، ولكن بصراحة إلا باتت كتجي زعما كتجي حسن. ولكن المهم إلا كنتو مزروبين راه حتى ثلاثة ديال السوايع راه كافيين، وما تخافوش منها الا خليتوها باتت اولا كتحسوا بديك العجينه ملي كتبداو تخدموا بها كتحسبوها كتحسوا بها كتهرس، ماشي مشكل لانه راه الزبده كتجمع. بقاو عليها، بقاو زعما معاها حتى غادي تطوع معاكم وغادي تعطيكم داك غادي ترطاب ديك العجينه. صافي، هنايا انايا غادي نخدمها. انا راه خليتها ليله كامله حيت ما كنتش مزروبه، ويعني درتها اليوم وتلقت لي عاد خدمت بها. هنايا راه واخا كتهرس كتبقاو ديروا يعني كديروها بالمدلك، من الاحسن ديروها ما بين البلاستيك او ورق الزبده باش ما تمحنكمش. صافي، هنايا غادي نبدا انايا كنبسط في ديك العجينه مزيان. غادي تاخذوا المقطع اللي بغيتوا اي شكل، يعني نتوما اللي باغين. فانا اختاريت هذا المقطع اللي طاير، استعملت هذا المقطع هذا. صافي، وكيكون الفرن سخون من قبل اللي كنخشيو العجينه ديالنا. انا عندي بوطه غاز،
ملي كتخشيو العجينه ديالكم كتنقصوا الفران ديالكم على الحد باش ما يتحمرش. صراحه مقادير لي سهله وما كياخذش الوقت بزاف ودغيا كيوجد معاكم. بالنسبه للبوطه كتبقاو مشعلينها من الفوق ومن التحت ولكن ناقصين. وهذا هو الصابلي اللي درت اولا اللي حضرت اليوم. صراحه اللي كيجي زوين حتى المذاق ديالو زوين وكيجي مكرمش. كنتمنى انكم تجربوه وتعطوني الاراء ديالكم وشكرا لكم بزاف بزاف وبالصحه والراحه.